بطبيعة الحال هذا المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للقطاع العدل ينعقد في يعني ظروف خاصة، لأننا نعقد هذا المؤتمر لأول مرة بعد الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، وأيضا تفويض أو يعني نقل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة، وبالتالي نحن اليوم في قطاع تغير ولم يبقى بالشكل الذي كان قبل المؤتمر الثاني، وبالتالي نحن اليوم نعقد المؤتمر في ظل هذه الظروف التي ذكرت. وحوارنا مع الوزارة بطبيعة الحال مستمر، هناك أبواب مفتوحة من طرف السيد وزير العدل وجلسات حوار يعني حتى أجلها تحترم في الغالب، وتمت مناقشة جميع نقط الملف المطلبي والتي تم تنفيذ جزء منها، حيث سجلنا في تقرير أدائنا واحد العداد ديال المكتسبات التي تم تحقيقها في القطاع لموظفي القطاع، ولكن ننتظر إن شاء الله تعالى يعني المزيد من المكتسبات، لا سيما ما يتعلق بالتنزيل ديال التنظيم القضائي خصوصا في الشق المتعلق ب يعني هيكلة المحاكم وفق ما أشار إليه قانون التنظيم القضائي، وأيضا يعني ما يتعلق بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط الذي يعني وصلنا فيه مراحل متقدمة مع الوزارة، وهي اليوم تناقش المقترحات والتعديلات التي تقدمنا بها مع يعني القطاعات الحكومية لا سيما المكلفة بالوظيفة العمومية والمكلفة بالمالية أيضا. ولهذا نحن يعني هناك أمل لتحقيق يعني انتظارات أو جزء من انتظارات ديال موظفي قطاع العدل، حتى أيضا على مستوى المؤسسة المحمدية باعتبارها مؤسسة اجتماعية وتعنى بالشق الاجتماعي لموظفي كتابة الضبط ومنخرطي المؤسسة بصفة عامة.